السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام في حلقة جديدة ودائما على قناة شروحات للمعلوميات. في هذا الدرس الجديد في هذا الدرس إن شاء الله سنتطرق فيه إلى طريقة تفعيل حسابك على الفيسبوك بواسطة رقم الهاتف. كما تلاحظ معي هنا، فعندما تكون قد قمت لم تقم بتفعيل حسابك بواسطة رقم الهاتف، كما تلاحظون تظهر لك هذه الرسالة: حافظ على أمان حسابك وتمتع بسهولة استخدامه. فإذا لم تقم بتفعيل حسابك على الفيسبوك بواسطة رقم الهاتف، قد تتعرض لمجموعة من الأشياء. أولها، عندما تقوم بنسيان كلمة المرور ستجد صعوبة كبيرة في استعادة كلمة المرور الخاصة بك، لكن عندما تقوم بتفعيل حسابك على الفيسبوك يمكنك أن تقوم باستعادتها بكل سهولة. أضف على ذلك، فعندما تقوم بتفعيل حسابك على الفيسبوك بواسطة رقم الهاتف يمكنك أن تقوم بحماية حسابك 100%. فمثلا تقوم بتفعيل حسابك بواسطة رقم الهاتف، وبعد ذلك يمكنك أن تقوم بتفعيل خدمة تحقق بخطوتين. فعندما تريد أن تقوم بالتسجيل الدخول إلى حسابك على الفيسبوك ستظهر لك رسالة ستأتيك على الهاتف، بعد ذلك يمكنك أن تقوم بالدخول إلى حسابك على الفيسبوك. فافترض أن شخص ما قام باختراق حسابك على الفيسبوك، فعندما يريد أن يقوم بتسجيل الدخول سيطلب منه هذا الأخير أن يقوم بإدخال الكود الذي سيتم إرساله إلى الهاتف الخاص به. فكما قلت، طريقة رائعة جدا. الآن سأريكم الطريقة. كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالذهاب إلى إضافة رقم من خلال هذا الخيار، ثم ننتظر قليلا. سنقوم بجلب رقم الهاتف من خلال الهاتف الخاص بنا بواسطة هذه الطريقة. نقوم بإضافته إلى حسابنا على الفيسبوك. نقوم بالذهاب إلى كيبورد، ثم نقوم بكتابة ديز 555، ثم نقوم بعملية الاتصال. كما تلاحظون، حسابي عروض تشغيل الانترنت الرصيد خدمة. ثم نقر هنا على صند. بعد ذلك كما تلاحظون التعبئة رقم واحد، هنا رقم الهاتف سنختار 2. جيد، ثم نقر على صند. بعد ذلك سيظهر لنا رقم الهاتف الخاص بنا. كما تلاحظ معي، هذا هو رقم الهاتف الخاص بي. جيد، الآن سنقوم بالذهاب إلى هذا الخيار. بعد ذلك ننقر على سيتينج أو إعدادات الحساب لنقوم بتفعيل حسابنا. نذهب إلى الإعدادات. جيد، بعد أن تقوم بالذهاب إلى الإعدادات، كل ما عليك فعله كما تلاحظ هنا، لقد قمنا بإعادة تنظيم بعض العناصر، وتوجد الآن كلمة سر ضمن الأمن وتسجيل الدخول. سنختار هذا الخيار، ثم ستلاحظون هذا التغيير الجديد الذي قامت الفيسبوك بإضافته مؤخرا. كما تلاحظ هنا، إذا كنت تريد أن تقوم باختيار أصدقاء للاتصال بهم في حالة تم قفل حسابك أو شيء من هذا القبيل، يمكنك النقر هنا أن تقوم باختيار الأصدقاء الذي تريد أن تقوم به، الذي سيساعدونك على استعادة حسابك من خلال إذا تم غلق حسابك أو تم اختراقه أو شيء من هذا القبيل. عندما يطلب منك كلمة المرور يمكنك أن تقوم بكتابة اسم الشخص الذي تريد، تقوم باختيار 3 أشخاص من أصدقائك على سبيل المثال كما تلاحظ معي هنا. عندما تقوم بإضافتهم على سبيل المثال، فعندما يتم اختراق حسابك أو تم قفله أو شيء من هذا القبيل، يمكنك أن تقوم سيتم إرسال كلمة المرور لهؤلاء الأشخاص، بعد ذلك يمكنك أن تقوم باستعادة حسابك. الآن كل ما يهمنا في هذا الدرس هو كيف تقوم بتفعيل حسابك على الفيسبوك بواسطة رقم الهاتف حتى تتجنب هذه الأمور بالكامل. كما قلت، سنقوم بالذهاب إلى الهاتف. كما تلاحظ هنا، ستجد الهاتف المحمول، تقوم بالنقر عليه. بعد ذلك يطلب منك هنا إضافة رقم الهاتف، تختار إضافة رقم الهاتف. هنا ستقوم باختيار أو تقوم بالنقر هنا هاتفك، هنا إضافة رقم هاتفك هنا. بعد ذلك ستختار هنا، تقوم بوضع رقم الهاتف الخاص بك. هنا ستختار يا إما أن تقوم ب تلقي رسالة نصية أو اتصال بي، أو يمكن أن يقوم بنا بالاتصال بك. سنختار رسالة نصية. جيد، بعد ذلك ننتظر قليلا.
ستأتينا الرسالة على هاتفنا. جيد، كما تلاحظون هذه هي الرسالة قد أتتنا. نقوم بالدخول إلى علبة الرسائل، بعد ذلك نقوم بجلب الكود الذي هو 09 12 ثم 82. جيد، الآن كل ما عليك فعله هو أن تقوم بعملية التأكد. أما إذا قمت بالانتظار لمدة 5 دقائق أو أكثر فلم تتلقى الكود، يمكنك أن تقوم بإعادة إرساله من خلال هذا الأخير. سنقوم بالنقر على التأكيد. جيد، كما تلاحظ معي هنا، شكرا على التأكيد على رقم هاتفك. يمكنك أيضا تشغيل إشعارات نصية، فعندما كما تلاحظ مشاركة رقم الهاتف مع الأصدقاء، سنقوم بأنا فقط. جيد، بعد ذلك تنقر على حفظ الإعدادات ثم ننقر هنا على إلغاء، ثم نقوم بعملية تحميل الصفحة من جديد. وستلاحظون أن رقم الهاتف تمت إضافته إلى حسابنا على الفيسبوك، وبهذا نكون قد قمنا بحماية حسابنا على الفيسبوك بواسطة رقم كما تلاحظون مرسلة نصية، إرسال رسالة نصية إلى هذا الرقم الهاتف كما تلاحظ معي هنا. إن رمز البين لهاتفك المحمول متوقف تشغيل، كما هنا ستقوم بتفعيل هذه الخدمة حتى تكون قد قمت حتى تحمي حسابك على الفيسبوك من الدخلاء. نقوم بعملية التشغيل، سنختار الكود مثلا، نختار أي كود من أكواد مثلا، سأقوم بكتابة أي كود. ثم نقوم بإعادة إضافته من خلال هذا، نقوم بإعادته مرة أخرى هنا. جيد، بعد ذلك تنقر هنا على حفظ التغيير. هنا يطلب مني 4 أرقام فقط، سأختار 4 أرقام. نفس الشيء هنا، جيد، بعد ذلك نقر حفظ التغيير. كما تلاحظون هنا قمنا بتشغيل هذه الخدمة الجديدة كما قلت. هنا نختار هذا الخيار، الحد المسموح بيوميات، أجل لا يهم الوقت خلال اليوم، لا يهم. فبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل حسابنا على الفيسبوك بواسطة رقم الهاتف. وكذلك يمكنك أن تقوم بالذهاب إلى الأمن وتسجيل الدخول. جيد، كما تلاحظ هنا تسجيل الدخول باستخدام صورة صفحتك الشخصية، نختار هذا الخيار، تقوم باختيار الصورة كما تلاحظ معي. عندما تريد أن تقوم بتسجيل الدخول لحسابك على الفيسبوك، سبق وأن شرحت هذه المسألة في إحدى الدروس السابقة، فهذه الطريقة تغنيك عن كتابة كلمة المرور عندما تريد أن تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك. جيد، كما تلاحظ هنا تذكير كلمة السر. جيد، قد قمنا بتفعيلها الآن. كما تلاحظون يمكنك الضغط أو النقر على الصورة لصفحتك الشخصية لتسجيل الدخول بدل من استخدام كلمة المرور. تم تفعيل الخدمة بنجاح. جيد، إعدادة تبقى الأمان إضافية، تنبيه، تلقي، تسجيل الدخول. نقوم باختيار هذا الخيار كما تلاحظ معي هنا، سنختار كما تلاحظون تلقي إشعارات، ثم نقر على حفظ التغيير. نقوم بكتابة كلمة المرور الخاص بنا. جيد، ثم نقوم بالنقر على التقديم. جيد، بعد ذلك كما تلاحظون استخدام مصادقة ثانية، نختار هذا الخيار
رسالة نصية SMS إضافة. كما تلاحظ هنا فهي معطلة، هذا هو كل شيء في الدرس كما قلت. فعندما تقوم بتفعيل هذه الخدمة، فعندما يقوم أي شخص بإرسال لك، عندما يقوم أي شخص باختراق حسابك على الفيسبوك، فلن يستطيع أن يقوم بالدخول إلى حسابك على الفيسبوك حتى يتوفر على رقم هاتفك. عندما يتم إرسال كود إلى هاتفك فلن يستطيع الدخول إلى حسابك. سنقوم بالنقر هنا على التمكن. جيد، هل تريد إعادة مصادقة الثانية؟ هل تريد تأكد أن مصداقية الثانية؟ كما تلاحظون سنقوم بالنقر على التمكن. جيد، بعد ذلك كما تلاحظون قمنا بتفعيل خدمة الرسالة النصية على حسابنا على الفيسبوك. هذه بالنسبة للمفاتيح الأمان، هنا يجب عليك أن تتوفر على USB هذه الفلاشة التي يمكنك بواسطتها أن تقوم عندما تريد أن تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك على الفيسبوك. يجب أن تتوفر على هذه الفلاشة، فهي كما قلت باهظة الثمن. أداة إنشاء الرموز إعادة هذه لا يهم، رموز استيراد هذا لا يهم، كما قلت كلمة سر التطبيق لا يهم، هذه الأشياء. جيد، بعد ذلك هنا كما قلنا مسبقا يجب أن تقوم بإضافة 3 أو 5 أصدقاء لعملية الاتصال عندما يتم غلق حسابك أو شيء من هذا القبيل. فهذه الخطوة إشعارات البريد الإلكتروني لتهم. فكما قلت هذه هي الطريقة. الآن سنقوم بتسجيل الخروج من حسابنا على الفيسبوك حتى نتأكد من تشغيل الخدمات التي قمنا بتفعيلها، كتسجيل الدخول عن طريق الصورة الشخصية للبروفايل الخاص بنا بدون استخدام كلمة المرور، وكذلك خدمة الرسالة النصية. فكما تلاحظون قمت بتفعيل مجموعة من الحسابات بواسطة الصورة الشخصية الخاصة بالبروفايل الخاص بي. سنقوم بالنقر على محمد. لاحظ معي كما تلاحظون هنا قمنا بتسجيل الدخول بدون كتابة كلمة المرور، لكن هنا يطلب منا إدخال الكود الذي سيتم إرساله إلى الهاتف الخاص بنا. ننتظر، كما تلاحظون قد أتت الرسالة. الآن سنقوم بإدخال الكود. جيد، كما تلاحظون هذه هي الرسالة قد أتتنا. نقوم بالذهاب إلى علبة الرسائل، نقوم بجلب الكود. كما تلاحظ هذا هو الكود الذي تم إرساله عبر الفيسبوك الخاص بنا. قم بالدخول إلى الرسائل. كما تلاحظون هذا هو الكود الذي قمنا بتفعيل الحساب نبأ في عند استخدام رقم الهاتف. الآن سنقوم بإدخال الكود لتسجيل الدخول إلى حسابنا على الفيسبوك. نقوم بإضافة الكود الذي هو 70 ثم 60 ثم 68. جيد، الآن كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالنقر هنا على continue ثم ننقر هنا. كما تلاحظون يعطيك تذكر متصفح، نقوم بتجاهل هذا الأمر، نقوم بالنقر على continue، وبذلك تكون قد قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك على الفيسبوك بأمان بدون مشاكل أو خوف من الاختراق أو شيء من هذا القبيل. وبهذه الخطوة كما قلت يمكنك أن تقوم بحماية حسابك على الفيسبوك نهائيا، فلن يستطيع أي شخص أن يقوم باختراق حسابك بعد هذه الخطوة التي قمنا بها. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الدرس. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا النقر على زر لايك للفيديو، وكذلك الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. وشكرا على المتابعة، إلى دروس قادمة إن شاء الله.